وعدتكم في الحلقات الماضية من أنني سأضع بين أيديكم تعريف التوحيد من شفاههم صلوات الله عليهم، وأعتقد أن تسلسل البحث يرغمني أن أضع هذا التعريف بين أيديكم الآن. فبعد كل هذه البيانات أجد من المناسب جدا أن أضع هذا التعريف بين أيديكم، وعليكم أن تحفظوا هذا التعريف. مثلما تقدم الكلام في تعريف الشيعي، الشيعي من هو؟ حدثتكم عن هذا في الصحيفة الأولى التي عنوانها أريد أن أكون شيعية، ذكرت لكم تعريفا موجزا وتعريفا طويلا. التعريف الموجز: الشيعي هو العارف بإمام زمانه. وهناك تعريف فيه تفصيل، من أنه هو العارف بإمام زمانه وهو السليم الذي يحمل العقيدة السليمة، وهو الفطيم الذي يكون فطيما لفاطمة، وهو اليتيم الذي يكون يتيما لقائم آل محمد. هذا تفصيل، لكن التعريف الموجز: الشيعي هو العارف بإمام زمانه. هذه الصحيفة الأولى عرفنا الشيعية فيها، وبعد ذلك دخلنا في التفصيل. فكيف نعرف إمام زماننا إذا كنا شيعة على ما ندعي؟ الشيعي هو الموحد. أنتم سمعتم وقائع ما جرى في يوم عاشوراء، سمعتم ذلك، قرأتم ذلك. سيد الشهداء ماذا كان يقول حينما يرفع صوته مناديا طالبا النصرة؟ ماذا يقول؟ ألا من موحد يخاف الله فينا، ألا من موحد. كان يبحث عن الموحدين، لأن الموحد هو الشيعي وهو العارف بإمام زمانه. ومر علينا من أن معرفة الله هي معرفة إمام زماننا، والتوحيد معرفة الله. لكنني سأقرأ عليكم تعريفا موجزا ودقيقا من شفاه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 47، إنه الحديث السادس بسنده، عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن الرضا عن التوحيد، فسعد هذا يسأل إمامنا الرضا عن التوحيد، فماذا عرفه إمامنا الرضا في جملة قصيرة؟ احفظوها. ماذا قال إمامنا الرضا؟ فقال: هو الذي أنتم عليه، هذا هو التوحيد، إنها بيعة الغدير، وانتهينا. التوحيد بيعة الغدير.
بيعة الغدير بحسب ما بينت في هذا البرنامج، بيعة الغدير بشرط أن نكون أوفياء لها وأن نكون أوفياء بها، لا كما فعل مراجع النجف، لا كما فعل الطوسيون في حوزة النجف، نقضوا بيعة الغدير منذ سنة 448 للهجرة حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة التي لا زالت إلى يومنا هذا تنشر شؤمها وضلالها وتقطع الطريق فيما بين الشيعة وبين إمام زمانهم الحجة ابن الحسن بأكاذيبهم ودجلهم وفقههم الضال وعقائدهم الضالة. فسعد يسأل الإمام الرضا عن التوحيد فقال هو الذي أنتم عليه. ولذا قلت لكم من أن حديثي عن الأركان الأربعة لعقيدة التوحيد، ما هو هذا التوحيد؟ التوحيد المنظومة العقائدية بكاملها، لابد أن يكتمل الحديث في خارطة العقيدة السليمة، حينئذ أقول لكم هذا هو التوحيد، وأقول لكم هذه هي معرفة إمام زماننا، وأقول لكم هذا هو الدين في هذه الخارطة. إلى هذه اللحظة لم يكتمل الحديث في معرفة إمام زماننا، وإلى هذه اللحظة لم يكتمل الحديث في مضمون بيعة الغدير، وإلى هذه اللحظة لم يكتمل الحديث في شؤون عقيدة التوحيد أبدا. كل العناوين التي تقدمت لم يكتمل الحديث فيها حتى تكتمل الخارطة بتمامها، حينئذ يمكننا أن نقول هذه معرفة نبينا. فمعرفة نبينا هي معرفة إمام زماننا، ونقول هذه معرفة ربنا، فمعرفة ربنا هي معرفة إمام زماننا، ونقول حينئذ هذه معرفة إمام زماننا، لأن معرفة إمام زماننا هي معرفة نبينا وهي معرفة ربنا، ونقول هذه معرفة ديننا. لماذا؟ لأن معرفة ديننا هي معرفة إمام زماننا، هي معرفة نبينا، هي معرفة ربنا. هذه هي العقيدة السليمة التي إذا ما تعانقت عقولنا وقلوبنا معها أصبحنا شيعة. وهذا هو الذي يشير إليه إمامنا الرضا. فإمامنا الرضا حين يقول هو الذي أنتم عليه، هو الذي أنتم عليه بحسب موازينهم، لا بحسب موازين السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر والذين قبلهم والذين بعدهم. هذا هو التوحيد، وهذا هو الدين، وهذا هو تعريف التوحيد من شفاههم. ومن هنا يتضح لكم من أن الركن الثالث الذي أتحدث عنه وحتى الركن الرابع الذي سيأتينا هو من صميم التوحيد، هو من أصل التوحيد. هل حدثكم مراجعكم عن ذلك؟ هل كتبوا عن ذلك؟ ما كتبوا لنا إلا الضلال، ما كتبوا لنا إلا الشرك، ما كتبوا لنا إلا الكفر. هذا بحسب موازين آل محمد، لا أتحدث عن موازين سقيفة بني ساعدة، ولا أتحدث عن موازين سقيفة بني طوسي وبني أنصاري، أتحدث عن مرتضى الأنصاري الذي فتح علينا أبواب الضلال بشكل واسع جدا، فقد ركز مناهج الضلال إلى يومنا هذا. الضلال بدأ من زمان الطوسي، لكن الأنصاري ركز هذا الضلال بشكل غريب، وتسابق الذين جاءوا من بعده على تعظيمه وتقديسه وعلى اتباع ضلاله.
هذه هي الحقيقة المقشرة، بعيدا عن أكاذيب مراجع النجف في كرامات العلماء وكرامات المراجع، وعن تنزيه ساحة قدسهم، ومن أنهم مقدسون، ومن أمثال هذه الأكاذيب التي ضحكوا بها على أجدادنا وآبائنا ولا زالوا يضحكون بها علينا. هذا كله أكاذيب. وأدل دليل هذا هو القرآن، وهذه الأدعية والزيارات والروايات تخالف منهجهم بدرجة 100%. وتلاحظون أن النصوص تتعاضد فيما بينها، فلا مجال للشك فيها. المضامين التي في القرآن هي التي في الأدعية، وهي التي في الزيارات، وهي التي في الروايات التي يضعفونها هؤلاء السفلة. أليست الحقيقة واضحة؟ ماذا تقولون بعد هذا؟ فهذا هو تعريف التوحيد. سعد ابن سعد يسأل الإمام الرضا عن التوحيد، فيقول إمامنا الرضا صلوات الله عليه: هو الذي أنتم عليه، هو الذي نحن عليه. ما تحدثنا عنه الزيارة الجامعة الكبيرة، لن أقرأ كثيرا منها، لا أجد وقتا لذلك، لكنني أذكركم بهذه العبارة. هذه العبارة هي التوحيد الذي يتحدث عنه إمامنا الرضا. فمعكم معكم لا مع غيركم، هذا هو التوحيد. التوحيد هو الذي أنتم عليه. ما هو الذي نحن عليه؟ أن نكون بهذا الوصف، وهذا الذي يقصده إمامنا الرضا. فالنخعي حين سأل الإمام الهادي ماذا قال للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. هذا هو القول البليغ الكامل. وهذه العبارة توجز علاقتنا وعقيدتنا وارتباطنا بهم. فمعكم معكم لا مع غيركم، هذا هو التوحيد. وهذه هي معرفة إمام زماننا، وهذا هو ديننا. ونحن من البداية اتفقنا من أننا لا نصف الله إلا بما وصفه المعصوم. هذا مصداق وتطبيق لهذه العقيدة الواضحة التي هي عقيدة التوحيد وحقيقة التوحيد. فمعكم معكم لا مع غيركم. فتعريف إمامنا الرضا للتوحيد هو الذي أنتم عليه، شرحه وبيانه هنا: فمعكم معكم لا مع غيركم. وبشكل أدق في دعاء الندبة الشريف حينما نخاطب إمام زماننا: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذا هو التوحيد. فإمام زماننا هو وجه الله، هذا هو التوحيد. التوحيد هو هذا، وهذا هو الذي يتحدث عنه القرآن. القرآن يتحدث عن هذه الحقائق بشكل واضح. إذا ما ذهبنا إلى سورة القصص وإلى آخر آية فيها، إلى الآية 88 بعد البسملة من سورة القصص: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو
كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الآية في أعمق معاني التوحيد، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذه الآية تشتمل على أركان التوحيد الأربعة، لا أريد أن أخوض في تفاصيلها، قد أعود إليها إذا سنحت فرصة في الحلقات القادمة، لكن الحديث وصل بنا إلى تعريف التوحيد، والإمام الرضا عرف لنا التوحيد ما نحن عليه، هو الذي أنتم عليه، وشرح ذلك في الزيارة الجامعة الكبيرة، فمعكم معكم لا مع غيركم، وتشخيصه بشكل دقيق ما جاء في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فحينما نتوجه إلى إمام زماننا الذي هو وجه الله، هذا هو التوحيد، وسنكون حينئذ معهم لا مع غيرهم، لا نتوجه إلى غيرهم، وجوهنا متوجهة إلى وجه الله، وحينئذ هو هذا التوحيد الذي أنتم عليه. فإمامنا الرضا يريد منا أن نتوجه إليه. للشيعة في أيام زمانه صلوات الله عليه، وفي زمان الحجة ابن الحسن، فعلينا أن نتوجه إلى إمامنا الذي هو وجه الله، هذا هو التوحيد بعينه. لماذا نتوجه إلى هذا الوجه؟ لأن هذا الوجه إذا ما توجهنا إليه سننجو، إذا توجهنا إلى غيره فهناك الهلاك. فكل شيء هالك إلا وجهه. الآية واضحة وصريحة جدا، وبحسب تأويلهم وبحسب تفسيرهم لكتابهم فإنهم يقولون: نحن وجه الله الذي جاء في هذه الآية، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. سأعود إلى هذه الآية في مقام آخر في الحلقات القادمة إن سنحت فرصة لذلك. بحسب تأويلهم، بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم، والروايات موجودة عندي وسأقرأ عليكم إن بقي وقت، أو ربما أترك هذا إلى الحلقة القادمة. كل شيء هالك إلا وجهه، هو هذا الوجه الذي نتوجه إليه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إذا ذهبنا إلى سورة الرحمن، وسورة الرحمن فيها شيء مهم جدا. في الآية 26 بعد البسملة والتي بعدها: كل من عليها فان، من عليها من على صفحة الوجود وليس من على وجه الأرض، كل من عليها فان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا الوصف ليس لربك، هذا الوصف للوجه. ويبقى وجه فاعل مرفوع وهو مضاف، وربك
مضاف إليه مجرور، ذو من الأسماء الستة وهي ترفع بالواو، فذو هي صفة لوجه وليس لربك، فهذا الوجه هو ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا الوجه هو نفسه الذي تحدثت عنه سورة القصص في آخر آية منها، في الآية 88 بعد البسملة: كل شيء هالك إلا وجهه. هو هذا الوجه الباقي، كل شيء هالك. مرت علينا سورة القصص وهي واضحة جدا في سياق التوحيد: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وله الحكم. مر علينا قبل قليل من أن الله سبحانه وتعالى وصف أمناءه بالألوهية متحدثا عن ظهور قدرتهم واستيلائهم وسلطتهم على السماء وعلى الأرض، على الوجود كله، ما حدثنا به أمير المؤمنين، والأمر هو ينطبق هنا. فهذا الوجه الباقي وكل شيء إلى الهلاك هو هذا الوجه نفسه الذي تتحدث عنه سورة الرحمن. في سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه. وفي سورة الرحمن: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام، هذا الوصف لمن؟ للوجه وليس لربك. قطعا سيكون منطبقا على ربك، فإن الوجه نال هذا الوصف لأن ربك هو الذي منحه هذا الوصف. ولو لم يكن ربك بهذا الوصف لما منح وجهه هذا الوصف، ففاقد الشيء لا يعطيه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الشيء المهم الذي أخبرتكم عنه قبل قليل في سورة الرحمن، إذا ذهبنا إلى آخر آية في سورة الرحمن، إلى الآية 78 بعد البسملة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هنا ذي الجلال والإكرام صفة لربك. تبارك اسم ربك، اسم فاعل مرفوع وهو مضاف، وربك مضاف إليه مجرور. ذي الجلال والإكرام صفة لربك. فسورة وصفت الوجه بذي الجلال والإكرام، ووصفت الرب صاحب الوجه بذي الجلال والإكرام. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. تلاحظون أن الأدعية وأن الروايات تتطابق تطابقا كاملا مع منطق القرآن: ألا لعنة 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 على منهج مراجع النجف، وهم يدمرون ثقافة العترة بقذارات النواصب، بعلم القنادر هذا الذي يسمونه بعلم الرجال، ويحددون الأعلم على أساس هذه القذارة. هذا يعني أن الأعلم هو الأقذر، هو الأوسخ، هو الأجهل. فهل هذا من علم صحيح وهو
ينقض ثقافة أهل البيت التي تتطابق تطابقا كاملا مع القرآن. ما هذا هو منطق القرآن؟ وآل محمد أمرونا أن نعرض أحاديثهم على قرآنهم، ما أمرونا أن نعرض أحاديثهم على قذارات علم القنادر هذا الذي يسمى بعلم الرجال من قذارات النواصب. السورة واضحة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوجه هو ذو الجلال والإكرام، وهنا الرب هو ذو الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ووجه ربك هو اسم ربك. فالحقيقة المحمدية هي وجه الله الأتم الأكمل، وهي اسم الله الأعظم الأعز الأجل الأكرم. المضامين واضحة وواضحة جدا، ولكن ماذا نصنع لهؤلاء الأغبياء الجهال الذين يضحك على الشيعة بهم ويقال عنهم من أنهم علماء ومن أنهم أعلم أهل الأرض ومن أن علماء الحضارة الغربية قد تحيروا في علمهم ومن أن الحضارة الغربية تحسب لهم ألف حساب؟ هم لا يعلمون أن الغربيين يضحكون منهم ويضحكون عليهم، يضحكون على هذه المهزلة، على هذه القمامة التي لا تحسن أمر دينها، لا يحسنون قراءة صلاتهم. وقد عرضنا الفيديوهات في برامج سابقة، ما عاد الأمر مستورا، الحقائق واضحة والعورات قد تكشفت، وما بقي شيء خفيا. سورة الرحمن واضحة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالوجه هو ذو الجلال والإكرام، وأيضا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. من هنا حين نتوجه إليهم فإننا نتوجه إليه سبحانه وتعالى. ولذا فإن النسخة الصحيحة للزيارة الجامعة الكبيرة لا كما زورها مراجع الشيعة، الموجود الآن: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. هذه نسخة مزورة زورها مراجع الشيعة، النسخة الأصلية، وهي موجودة في عيون الأخبار للشيخ الصدوق. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم وليس توجه بكم. هذا تزوير وتضليل وتدليس وتلبيس مراجع النجف. ألا لعنة على منهجهم، ألا لعنة على عقائدهم. لقد دمرونا وحالوا فيما بيننا وبين محمد وآل محمد. وأذهب بكم إلى سورة البقرة، والحديث عن الوجه، وإلى الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فثم فهناك، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. ماذا يقول أمير المؤمنين الذي بايعناه في بيعة الغدير على أن نفسر القرآن بتفسيره فقط؟
فماذا يقول علي في تفسيره لهذه الآية؟ أقرأ عليكم من الاحتجاج للطبرسي: إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 252. الإمام في نفس الحديث الذي قرأت عليكم منه قبل قليل، حديث طويل جدا، الإمام بصدد هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. سيد الأوصياء وهو يتحدث عن محمد وآل محمد ويقول: وهم وجه الله، يتحدث عن محمد وآل محمد. أقرأ عليكم موطن الحاجة فقط: وهم، يعني محمدا وآل محمد، وهم وجه الله الذي قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم يستمر الأمير في كلامه: هم بقية الله، يعني المهدي، يأتي عند انقضاء هذه النظرة. النظرة يعني الغيبة، يعني الفترة التي ينتظر فيها، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إنه يوجه الكلام لنا إلى زماننا هذا، الحديث موجه إلينا، إلي وإليكم. أقرأ عليكم كلام الأمير مرة أخرى صلوات الله عليه وهو يتحدث عن محمد وآل محمد، يقول: وهم وجه الله الذي قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. هم بقية الله، يعني المهدية، يأتي عند انقضاء هذه النظرة، عند انقضاء فترة الانتظار، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. تلاحظون أن الزيارات والأدعية، فالزيارة الجامعة واضحة، ومن قصده توجه إليكم صلوات الله عليكم، ومن قصده توجه إليكم، لا كما زورها مراجع النجف. ولذا حتى القارئ الذي يقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة الذي نبث قراءته عبر هذه الشاشة، فإنه يقرأ بكم وليس إليكم. بحثنا عن قارئ بصوت جميل يقرأ هذه الزيارة بنسختها الصحيحة، ما وجدنا. هذا هو حال الشيعة، هذا هو حال الشيعة، حال الشيعة زيارات مزورة، أدعية مزورة، إما يزورون ألفاظها وإما يزورون معانيها لأنهم جهال لا يفقهونها، عقائد مزورة، فقه مزور، قرآن مزور، تفاسيره مزورة. لقد زوروا كل تفسير القرآن حينما فسروا القرآن وفقا للمنهج العمري، وتركوا تفسير علي وآل علي الذي بايعوا عليه في بيعة الغدير ونقضوها، خانوا البيعة، أولئك الضلال، أولئك الخونة. من هنا وصفهم إمامنا الصادق من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم.
هذا هو بالتحديد وبالضبط المقصود من الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية، اعتقادنا بأئمتنا، التوحيد في هذا الأفق. الخلاصة ما هي؟ كما قال إمامنا الرضا: التوحيد هو الذي أنتم عليه. كما قالت الزيارة الجامعة الكبيرة: فمعكم معكم لا مع غيركم، زبدة القول في دعاء الندبة: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وها هو القرآن، فأينما تولوا فثم وجه الله، وهذا هو التفسير من علي: فإن وجه الله الذي جاء مذكورا هنا هو الحجة ابن الحسن. ما جئتكم بهذا من عندي، هذا من تفسير علي وآل علي لقرآنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وليذهب مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيض، إلى ما هو دون الحضيض، فليذهبوا بعقائدهم وتفسيرهم إلى الجحيم، فليذهبوا بها إلى المراعيض، لا شأن لي بهم. هذه مصادر عقيدتي، تريدون أن تقبلوا؟ هذا أمر راجع إليكم. تريدون أن تدققوا وتحققوا؟ تلك وظيفتكم. تريدون أن ترفضوا؟ أي طبكم طاب، تلك هي مشكلتكم. نذهب إلى فاصل. يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر إليه، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا الغافر، يا من لا مفر إلا إلي، يا من لا مفزع إلا إلي، يا من لا مقصد إلا إلي، يا من لا منجى منه إلا إلي، يا من لا يرغب إلا إلي، يا من لا حول ولا قوة إلا، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو، سبحانك يا لا الغاث الغاث. هذا هو الكافي، الجزء الأول، وطبعة دار الأسوة، طهران إيران، وهذه الطبعة هي الطبعة 1428 هجري قمري، صفحة 163، باب النوادر، الحديث الأول بسنده عن الحارث ابن المغيرة
يقول: سئل أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، سئل عن قول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فقال: ما يقولون فيه؟ قلت: يقولون يهلك كل شيء إلا وجه الله. فقال: سبحان الله، لقد قالوا قولا عظيما، يقولون يهلك كل شيء، كل شيء من الله، لأنهم يجسدون الله. هناك من الفرق يجسدون الله، هذا الكلام كان موجودا وآثاره لا زالت موجودة في كتب النواصب إلى يومنا هذا. صحيح أن عقائدهم تغيرت، تبدلت في زماننا، ولكن هذا الكلام كان موجودا ولا زالت آثار هذا الكلام في كتبهم. فقال: ما يقولون فيه؟ في معنى الآية الذي قال هو إمامنا الصادق يسأل السائل: كل شيء هالك إلا وجهه. قلت: يقولون يهلك كل شيء إلا وجه الله. فقال: سبحان الله، لقد قالوا قولا عظيما، إنما عنا بذلك وجه الله الذي يؤتى منه. أين وجه الله الذي منه يؤتى؟ هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف. الكلمات هي هي، والآيات هي هي، والروايات هي هي. ألا لعنة على منهج مراجع النجف، فهم يضعفون هذه الروايات، ويضعفون دعاء الندبة، ويضعفون كل شيء بسبب اتباعهم لمنهج سقيفة بني ساعدة. ألا لعنة على منهج سقيفة بني ساعدة، ألا لعنة على منهج مراجع النجف من زمان الطوسي إلى يومنا هذا. فقال: سبحان الله، لقد قالوا قولا عظيما، إنما عنا بذلك وجه الله الذي يؤتى منه. صفحة 164، الحديث الخامس. هذا الباب مشحون بالأحاديث، لكنني سأقتطف لكم بعضا منها. الحديث الخامس بسنده عن مروان بن صباح قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن الله خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، هم الخالقون العظام. إن الله خلقنا فأحسن خلقنا، ولذا ماذا قال عن نفسه؟ من أنه أحسن الخالقين، لأنه قارن نفسه بأحسن ما خلق. المضامين هي هي، والحقائق هي هي، وحديثهم بناء واحد، منظومة واحدة، يضعفون هذه الأحاديث. ألا لعنة على منهج مراجع النجف. إن الله خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه في عباده، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة، فهو أرحم الراحمين، وهو خير الراحمين. لكن هؤلاء هم الراحمون العظام. وجعلنا
عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة. من هنا مر علينا الكلام، فإنه يقول لنا: أنتم مرحومون، أما الراحمون هم فعودوا إليهم وخذوا الرحمة منهم. ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه، وبابه الذي يدل عليه، وخزانه في سمائه وأرضه بنا أثمرة الأشجار، إن لم تكن بكم فبمن أثمرت؟ يا أبا عبد الله، يا جعفر بن محمد، بمن أثمرت إن لم تكن قد أثمرت بكم؟ بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار، تبارك الله أحسن الخالقين، هؤلاء هم الخالقون العظام. تطابق بين الآيات والروايات، ألا لعنة على منهج مراجع النجا، ألا لعنة وبيلة على منهج عقائد مراجع النجا. بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار، وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض. كل شيء منهم مثلما نقرأ في زيارة الندبة: فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل وذل كل شيء لكم. بنا أثمرت الأشجار، هذه مصاديق، وسائر الأشياء كذلك، هذه مصاديق. بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار، وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض، وبعبادتنا عبد الله، ولولا نحن ما عبد الله. وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد الله. أذهب إلى صفحة 165 إلى الحديث السابع بسنده عن أسود بن سعيد قال: كنت عند أبي جعفر عند باقر العلوم صلوات الله عليه، فأنشأ يقول ابتداء منه من غير أن أسأله، الإمام هو الذي ابتدر متحدثا، فماذا قال؟ نحن حجة الله. الذي لا يقول بهذا فليسأل أمه من أين جاءت به. الباقر يقول: نحن حجة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن وجه الله ونحن عين الله ونحن ولاة أمر الله في عباده. الباقر هو الذي ابتدر محدثا وقائلا كما يحدثنا أسود بن سعيد: نحن حجة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله. إذا أردنا أن نتحدث مع الله فإننا نتحدث معهم، نحن لا نستطيع أن نتحدث مع الله، هذا هو لسان الله. نحن حجة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن وجه الله، إليهم نتوجه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ تلاحظون أن القرآن وأن الزيارات وأن الأدعية وأن الروايات كلها
بأجمعها تصب في مصب واحد، في مجرى واحد. هذا المصب وهذا المجرى بالضبط بعكس عقائد مراجع النجف من السيستاني فما دون، والذين سبقوا السيستاني والذين يعاصرون السيستاني والذين سيأتون من بعد السيستاني. باعد الله فيما بيننا وبين عقائدهم، ولا أرانا الله وجوههم لا في الدنيا ولا في الآخرة. على الأقل أتحدث عن نفسي، لا شأن لي بكم. الباقر يقول: نحن حجة الله، ونحن باب الله، ونحن لسان الله، ونحن وجه الله، ونحن عين الله، ونحن ولاة أمر الله في عباده. صفحة 166، الحديث العاشر بسنده، عن بريد العجلي يقول: سمعت أبا جعفر، إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه، يقول: بنا عبد الله، وبنا عرف الله، وبنا وحد الله تبارك وتعالى، ومحمد حجاب الله تبارك وتعالى، فهم فيما بيننا وبين الله. هذا هو الحجاب، الطريق إليهم فقط. هؤلاء الذين يتحدثون عن أن الطريق مفتوح إلى الله من دون محمد وآل محمد، كما يفعل نواصب سقيفة بني ساعدة، وكما يفعل كذلك مراجع النجف، ويعتقدون أن محمدا وآل محمد وسيلة جانبية، وإلا فإن الطريق مفتوح لهم. هؤلاء يعبدون إلها آخر من خلقهم، وكذلك عرفاء الشيعة، وذولا أضرط من ذولا، ذولا أضرط، عرفاء الشيعة أضرط من ذولا، إنهم الأضرط بحسب لفظ الحروف بشكل صحيح. عرفاء الشيعة هم الأضرط من بين هذه المجموعات في عقائدهم الضالة، فهم يعتقدون أنهم يستطيعون أن يصلوا إلى منازل محمد وآل محمد بجهدهم، هكذا يعتقدون، هذا مبين في كتبهم ويصرحون به في دروسهم. من طيح لاحظهم وصخم الله وجوههم، مثل ما طيح الله حظ مراجع النجف وصخم وجوههم. بريد العجلي يحدثنا عن إمامنا الباقر فيقول: بنا عبد الله، وبنا عرف الله، وبنا وحد الله تبارك وتعالى، ومحمد حجاب الله تبارك وتعالى. قرأت هذه الأحاديث متعمدا كي ألفت أنظاركم إلى أن هذه الأحاديث وهذه الشؤون كانت عند الشيعة من شؤون عقيدة التوحيد، ولذا فإن الكليني يذكرها في باب التوحيد، وهذا كتاب قديم، هذا كتاب الكافي، وكتاب التوحيد فيه هو من أهم ما كتب في بابه. ما هو الذي كتبه؟ إنه جمع أحاديث التوحيد عنهم صلوات الله عليهم في هذا الباب، وإنما ألف كتابه وفقا للعقيدة التي كانت الشيعة تعرفها، ووفقا للكتب التي ألفت في التوحيد زمان الأئمة. فأمثال هذه الأحاديث وأمثال هذه المضامين كانت تذكر في عقيدة التوحيد، بينما الآن إذا ما ذهبتم إلى كتب مراجع النجف
التي تحدث فيها عن التوحيد ستجدونها خلية بالكامل من هذه المضامين، ويحدثونكم عن عقيدة توحيد كما يتحدث الوهابيون، كما يتحدث الأشاعرة والمعتزلة، بينما عقيدة التوحيد في أحاديث أهل البيت شؤونها كثيرة. وهذا هو الذي أحاول أن أقرب الفكرة إليكم بقدر ما أستطيع، لكنني لا أستطيع أن أتناول جميع شؤون عقيدة التوحيد لكثرة المعطيات، لكثرة الروايات والأحاديث، آلاف آلاف مؤلفة، فماذا سأذكر لكم منها؟ هذا كله يدوسونه بأحذيتهم هؤلاء الأغبياء الذين تسمونهم بآيات الله العظمى في النجف، يدوسون على كل هذا ويذهبون إلى علم الكلام الناصبي ويأتوننا بعقيدة الضلال من هناك. لهذا السبب قرأت عليكم نماذج من هذه الروايات وهي كثيرة جدا في كتاب التوحيد. الكليني أوردها لماذا؟ لأن الشيعة كانت تعتقد بهذه العقائد وتعتقد بهذه التفاصيل في عقيدة توحيدها، ولأن كتب أصحاب الأئمة التي نقل منها الكليني التي ذكر فيها التوحيد كانت مشحونة بهذه الروايات. ولذا الصدوق أيضا في كتابه التوحيد وضع بابا عنوانه باب تفسير قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وضع بابا كاملا بهذا العنوان. سأقرأ عليكم نماذج من الأحاديث التي وردت، ولكن بعد هذا الفاصل. يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود، سبحانك يا لا. خلصنا من النار يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي، سبحانك يا لا الغاف. يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، نفس الغموم، سبحانك يا لا الغاب.
هذا هو كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق، وهو من الكتب القديمة التي ألفت في هذا الموضوع، ولذا فإنه يذكر الأحاديث في هذا المضمون وفي غيره من شؤون التوحيد. فهذا الأمر كان معروفا في الثقافة الشيعية، لكن كلما تقدمنا خصوصا بعد تأسيس الطوسي لحوزة الضلال في النجف، كلما ازداد الضلال وازددنا بعدا عن توحيد محمد وآل محمد، إلى أن وصلنا إلى توحيد السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصادر وأمثالهم إلى زماننا هذا. القادمون قطعا أسوأ، القادمون أسوأ وأقبح وأشر، هذا هو الواقع الشيعي. صفحة 145 من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، الحديث الخامس بسنده عن صالح بن سهل عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، في قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: نحن، الآية فينا. تلاحظون أن كلماتهم واحدة ولا حاجة لتطويل التعليق، فإن أحاديثهم يشرح بعضها بعضا. الصادق يقول في قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: نحن، ومن غيركم يا ابن رسول الله. الحديث السادس عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: نحن المثاني التي أعطاها الله نبينا صلى الله عليه وآله، ونحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم، عرفنا من عرفنا ومن جهلنا فأمامه اليقين. اليقين هو عنوان للموت، فأمامه اليقين، فإنه حينما يموت سيكون علمه علما يقينيا، سيعرف ماذا كان عليه قبل موته، سيعرف الحقيقة هناك. الإمام الباقر يقول: نحن المثاني التي أعطاها الله نبينا صلى الله عليه وآله، ونحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم. هذا هو مختصر للركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية، هم وجه الله ونحن نتوجه إليهم. هذا هو الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية، وحينما نطلق لفظ الله على المعصوم فإن المراد تحديدا هو وجه الله، هو وجه الله. وأنتم لاحظتم من أن سورة الرحمن وصفت وجه الله ووصفت صاحب الوجه بنفس الوصف: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا في الآيتين 26 و27 بعد البسملة من سورة الرحمن، في آخر آية وهي الآية 78 بعد البسملة من سورة الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلذا حينما نطلق هذا العنوان على المعصوم المراد وجه الله، ووجه الله هو الله بحيثية من الحيثيات، وسورة الرحمن شاهد على ذلك. الباقر يقول: نحن المثاني التي أعطاها الله نبينا صلى الله عليه وآله، ونحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم،
عرفنا من عرفنا، ومن جهلنا فأمامه اليقين، فأمامه الموت سيعرف الحقيقة حينئذ. الباب مشحون بالروايات. سأذهب إلى الحديث التاسع في صفحة 147 بسنده عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن الله واحد أحد متوحد بالوحدانية، متفرد بأمره، خلق خلقا ففوض إليهم أمر دينه. تلاحظون أن الحديث يشير إلى أركان التوحيد، هذا الحديث يشير إلى أركان التوحيد الأربعة، لا أجد وقتا كي أفصل لكم القول فيها، سأقرأ عليكم الحديث وأنتم تدبروا فيه. الصادق يقول مخاطبا ابن أبي يعفور: إن الله واحد أحد متوحد بالوحدانية، متفرد بأمره، خلق خلقا ففوض إليهم أمر دينه، فنحن هم. يا ابن أبي يعفور، انتقل الإمام من الحقيقة المحمدية إلى مظاهرها. يا ابن أبي يعفور، نحن حجة الله في عباده. تقدم الحديث في ما تقدم عن الركن الأول والثاني. إن الله واحد أحد متوحد بالوحدانية، متفرد بأمره، الركن الأول قطعا بحسبنا. خلق خلقا ففوض إليهم أمر دينه، فنحن هم، حديث مجمل عن الحقيقة المحمدية. يا ابن أبي يعفور، الإمام هنا يخاطب ابن أبي يعفور كي يلفت نظرنا إلى أنه سينتقل إلى الركن الثالث. نحن حجة الله في عباده وشهداؤه على خلقه، وجه الله الذي إليه نتوجه. نحن حجة الله في عباده وشهداؤه على خلقه وأمناؤه على وحيه وخزانه على علمه، ووجهه الذي يؤتى منه وعينه في بريته ولسانه الناطق وقلبه الواعي وبابه الذي يدل عليه، فهم وجه الله وهم قلب الله، ولذا نحن نتوجه إليهم. ووجهه الذي يؤتى منه وعينه في بريته ولسانه الناطق وقلبه الواعي وبابه الذي يدل عليه، ونحن العاملون بأمره والداعون إلى سبيله. الركن الرابع: بنا عرف الله وبنا عبد الله، نحن الأدلاء على الله ولولانا ما عبد الله. سيأتينا الحديث عن هذه الأركان بالإجمال وعن الركن الرابع فيما بقي من مجموعة هذه الحلقات. تلاحظون أن كتب التوحيد، وهذان من أهم كتب التوحيد من كتبنا القديمة، الكافي في الجزء الأول وكتاب التوحيد للصدوق من أقدم كتبنا في التوحيد ومن أهمها. تلاحظون أن التوحيد في ثقافة العترة الطاهرة، مثلما حدثتكم، فإن الأئمة يتحدثون في شؤون كثيرة بالضبط بشكل مناقض ومنافر لما عليه مراجع النجف في كتب عقائدهم حينما يتحدثون عن التوحيد. هذا التوحيد في مرحلة التأويل الذي يتحدث عنه مراجع النجف، التوحيد في مرحلة التنزيل وقد نسخت تلك المرحلة وأضافوا إليها من قذارات الأشاعرة والمعتزلة،
فجاء توحيد مراجع النجف شركا وضلالا، جاء توحيدا مسخا قذرا. توحيد محمد وآل محمد هو هذا بأركانه الأربعة وبتفاصيله الواضحة، ولا زال الحديث متصلا ومتواصلا. أرجو أن يكون حديثي مفهوما واضحا سهلا نافعا. أطلب التوفيق من إمام زماني، وأنتم أيضا أطلبوا التوفيق من إمام زمانكم، أن ندرك عقائدنا السليمة من منابعها الأصلية، من قرآنهم بتفسيرهم، ومن حديثهم بتفهيمهم، وأن يخلصنا من ضلال مراجع النجف، من ضلال سقيفة الطوسي، سقيفة بني مرجعية، بني نجف. الله ينتقم منهم، الله يسود وجوههم. كان في نيتي أن أوجه رسالة لأصحاب العمائم الذين اجتمعوا في يومي السبت والأحد في أجواء مرجعية النجف، كان اجتماعا سريا أشرت إليه بالإجمال في حلقة يوم الأحد قبل يومين، أشرت إلى اجتماع في النجف تنسج فيه المؤامرات ضد قناة القمر وضدي شخصيا وضد الذين ينشرون فكرة أهل البيت عموما. المرجعية اجتمعت بوكلائها، أردت أن أوجه رسالة لهؤلاء الذين اجتمعوا، لكن الوقت طال. إذا وجدت فرصة في الأيام القادمة سأوجه هذه الرسالة لهم، إنها نصيحة، نصيحة مجانية. أذهب بكم إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله وسلامه عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.